تعالوا معنا على اليوتيوب، اضغطوا سبسكرايب لتشاهدوا المزيد. أذكر الله وأقول بسم الله. أغسل كفي 3 مرات. أتمضمض 3 مرات. أستنشق وأستنثر 3 مرات. أغسل وجهي 3 مرات. أغسل يدي اليمنى إلى المرفق 3 مرات. ثم أغسل يدي اليسرى إلى المرفق 3 مرات. أمسح رأسي مرة واحدة. أمسح أذني مرة واحدة. أغسل رجلي اليمنى إلى الكعب 3 مرات. ثم أغسل رجلي اليسرى إلى الكعب 3 مرات. تعالوا معنا على اليوتيوب، اضغطوا سبسكرايب. أستقبل القبلة وأكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر. أضع يدي اليمنى على اليسرى على صدري وأقرأ دعاء الاستفتاح قائلا بصوت خافت: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أقرأ الفاتحة وأقرأ مما أحفظ من القرآن بصوت جهري في الصلاة الجهرية الصبح، المغرب، العشاء، وفي سري في الصلاة السرية الظهر، العصر. أما في الركعتين الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط وبصوت خافت في صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أكبر وأركع وأقول الله أكبر. أقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات بصوت خافت. أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده. أضع يدي اليمنى على اليسرى وأقول ربنا ولك الحمد. أكبر وأسجد وأقول الله أكبر. أقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات بصوت خافت. أعتدل قائلا الله أكبر، وأقول في الجلوس بين السجدتين ربي اغفر لي بصوت خافت. أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات بصوت خافت. في آخر صلاتي أجلس وأقرأ التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خافت. أسلم عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك عن يساري